بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يسددنا في القول والعمل، وأن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا، وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، هذا لقاؤنا الثاني بعد لقاء الأمس في وقفة مع علم الحديث، ولا شك أن هذا العلم ليست قضيته وما ارتبط به يمكن أن يؤتى عليه في لقاءين، بل إن الأعمار لتذهب، وربما لم يمر الإنسان على جزء كثير مما جاء في هذا العلم وفنونه، ولكن حسبنا كما أشرت في لقاء الأمس أن نقف وقفات لها أثر في بناء فكر صحيح وبناء أصول رئيسة في منهجية التعامل وفهم ما الذي يدور في هذا العلم، وما الذي يحتويه هذا العلم العظيم الشريف. وقد ذكرت في لقاء الأمس أني سأقف وقفتين مع علم الحديث والسنة، أما الوقفة الأولى والتي كانت في لقاء الأمس فهي وقفة تتعلق بمكانة السنة النبوية ومنزلتها من الدين وحجيتها والواجب على المسلم نحو ما جاء فيها، وهذا ما كان الحديث عنه بالأمس، والذي كان عرض هذا الأمر من خلال الانطلاق من كتاب ربنا جل جلاله بمنطلق أصل مهم رئيس، وهو أن منهج أهل الحديث إنما هو تطبيق لما جاء في كتاب الله جل جلاله، وإنما هو أمر قام على هذا التكليف العظيم من رب العالمين لهذه الأمة المسلمة لما يجب عليها نحو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول الخاتم الذي ختم الله عز وجل به الرسل والرسالات، وكان الكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه
كذلك ختم الله سبحانه وتعالى به سائر الكتب السماوية التي أنزلها على الأنبياء. ووقفنا وقفة انطلقنا فيها من خلال القرآن كيف عرضت شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الكريم، وما هي الصورة التي بنتها تلك الآيات التي تعرضت لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الصورة التي بنتها في نفس هذا الإنسان المسلم وهو يتلقى ويقرأ هذا القرآن الكريم ويتلو تلك الآيات المباركة. ووجدنا وأدركنا أن القرآن أسس لهذا الأصل العظيم الذي هو مكانة هذه السنة من التشريع، وأنها وحي من رب الأرباب جل جلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت تلك الوقفة على ما كان في لقائنا الماضي. أما الوقفة الثانية التي أسأل الله جل جلاله أن ييسر وأن تكون هي مادة لقائنا هذا، وهي عناية المسلمين ابتداء من الصحابة الكرام ثم من تبعهم إلى عصر المسلمين اليوم، عنايتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. وسأعرض بإذن الله عز وجل لهذا المحور على نفس الطريقة التي سلكتها بالأمس، وهي الانطلاق من القرآن، تأكيداً لما أشرت إليه أن علماء الحديث والسنة إنما أسسوا منهجهم على القرآن الكريم وانطلقوا من آياته المباركة مدركين لمعانيها متفاعلين مع ما جاء فيها، فهم بكل ما فعلوا طبقوا منهجية أصلوها من كتاب الله عز وجل. والهدف من عرض هذا العلم بهذه الطريقة ارتباطاً بالكتاب العزيز أمور: الأول بيان التلازم والارتباط الوثيق بين القرآن الكريم والسنة النبوية، وصحة منهجية الدرس القائم على ترابطهما لا انفصالهما، فإن الوعي الصحيح بمفهوم مراد الله في آيات القرآن إنما يكون حال دراسته باستحضار السنة النبوية، وكذا الفهم الصحيح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكون على وجه الكمال والتمام حين يكون باستحضار آيات القرآن الكريم. وأيضا الأمر الثاني أن عرض علم الحديث بهذه الطريقة مرتبطا بالكتاب العزيز مؤسس على ما جاء في القرآن العظيم، فإنه يعمق ولاء المسلم لدينه وثقته في أصول التشريع الإسلامي وبناء حصن منيع أمام شبهات المشككين، وبناء ذاكرة تاريخية صحيحة عن جهد علماء الأمة المسلمة في حفظ هذا الدين ومصادر التشريع، وأيضا إيقاف المسلم على معالم رئيسة لعلم فريد تفردت به الأمة المسلمة على سائر الأمم، هو محل افتخار كل مسلم
واستشعار تميز أمة ينتمي إليها وعلماء يشرف بذكرهم ويتطلع أن يكون في زمرتهم وأن ينظم اسمه في سلاسل أسانيدهم وأن يثمن تراثاً عظيماً أوجد مكتبة علمية ومنهجية فريدة شاهدة على الناس إلى يوم المعاد لرب الناس. والأمر الثالث الوقوف على جانب من عظيم النعمة الربانية على هذه الأمة ومظهر حق للوعد الحق من الحق سبحانه في حفظ هذا الدين، يظهر ذلك من خلال ميدان السنة رواية ودراية، يتجلى أيضا فيه شيء من أمر الإعجاز وكمال قدرة العزيز الحكيم الخلاق جل جلاله في حفظ هذا الدين وحفظ وحي رب العالمين ممثلا في حفظ الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة. إذا أردنا أن نبدأ مع هذا المحور الثاني وهو عناية المسلمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبنظرة سريعة على مكتبة علم الحديث فإننا نجد أننا أمام أقسام كثيرة وأنواع عديدة، لكنها ترد هذه الأقسام الكثيرة إلى قسمين كبيرين. أما الأول فهو علم الحديث رواية، وأما الثاني فهو علم الحديث دراية. فعلم الحديث رواية علم موضوعه نقل الأحاديث والأخبار المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتداولها وتدوينها وجمعها، ولا يدخل في موضوع هذا العلم تمحيص الخبر والحكم عليه من حيث القبول والرد، وإنما هو علم يهتم بأمر رواية الخبر ونقله وتدوينه وجمعه. أما علم الحديث دراية فهو ذاك العلم الذي غدت له قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، فالراوي هو ذاك الناقل للخبر، فعندما يقول المحدث حدثني فلان ففلان هو الراوي، وعندما يصل بسنده إلى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فذاك هو المروي. فعلم الحديث دراية هو علم له قواعد يعرف بها حال الراوي، هل هذا الراوي هو على مواصفات بعد معرفتها وتحققها فيه نضمن أنه قد نقل الخبر الذي سمعه كما سمعه وأداه كما وصل إليه، أو أنه أنقص وزاد وغير وبدل؟ وأيضا ما يتعلق بالمروي وهو النص المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتفق ويثبت نقله عن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يتضمن أمورا تخالف ما ثبت من صحيح سنته صلى الله عليه وسلم؟ فإذا بتلك القواعد يصل المحدث إلى الحكم على الناقل وعلى المنقول، فهذا هو
علم الحديث دراية، ولقد بني هذا العلم بقسمين على منهجية القرآن الكريم، ويمثل في تطبيقاته منهج القرآن العظيم. ولنبدأ بالأول وهو علم الحديث رواية، منطلقين في تأسيس هذا المنهج من خلال من تأسيس هذا المنهج الذي سلكه علماء الحديث، وأنه كان تطبيقاً لما جاء في هذا الكتاب الكريم. لقد كانت بداية ما أشرنا إليه في درس الأمس ارتباطاً بالقرآن من أول ما نزل من القرآن، وأيضاً هنا ننطلق لهذا الأصل مع أول ما نزل من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. آيات مباركات بيّنت أن أول الطريق القراءة باسم ربنا، فبلا قراءة لا علم، وبغير اسم ربنا لا قدرة ولا انتفاع. اقرأ باسم ربك أي الإبصار الحق يكون بعين الوحي وميزانه، اقرأ أي خطاب للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا محمد وإن كنت أمياً فإن الله عز وجل أنزل عليك وحياً فاقرأه. ابتدأ أمر الله عز وجل مع رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أراده أن يكون معلم البشرية كلها، أراد الله ألا يعلم حتى يتعلم هو. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. كم في أحاديث السنة والنبي صلى الله عليه وسلم يصدرها بقوله: أتاني جبريل فقال يا محمد، أو بقوله: علمني جبريل، كما قال عليه الصلاة والسلام: علمني جبريل الوضوء. إذن حتى يتعلم فيكون التعليم للناس، والعلم الذي أمر أن يتعلمه وأن تكون القراءة فيه إنما هو علم الوحي الذي أنزله الله عز وجل عليه، وأيضا حتى يعمل بما علم، كما قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة: عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى، عبدا إذا صلى، من هو هذا العبد؟ إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم بالوحي أمر الصلاة، وقد كانت قريش صلاتهم عند البيت كما قال الله: وما كان صلاتهم إلا مكاء وتصديا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، فكان منه العمل استجابة لوحي ربه عز وجل. فالبدء بالعلم والعلم المطلوب علم الوحي، لأنه العلم الخالص الصافي الذي يجب
أن نرتوي منه إلى أقصى ما نستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل للناس قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا أردت أن أكون مسلماً مؤمناً حقاً ذكراً أو أنثى، من أين أبدأ؟ ابدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ بالعلم. أي علم؟ العلم الشرعي، لأنه لا يحل لامرئ مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه، حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه. هذا محور رئيس أساس في السير إلى الله. والله قال: وأن إلى ربك الرجعى. طريق اختارها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ربى عليها أصحابه ذكوراً وإناثاً، وأصحابه ربوا عليها أبناءهم وأحفادهم، واختارتها الأمة في كل مرحلة حققت فيها الشهادة على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. التفوق في العلم هو الخيار لهذه الأمة، أمة الإسلام. والإصلاح لهذا الإنسان يبتدئ من عقله، فالقلب السليم مطلب إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلوك تابع لما في القلب، والعقل الذي أسكنه الله تعالى فيه. أم لهم قلوب يعقلون بها؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اقرأ. البدء بالأصل قبل الفرع، والبدء ببناء المسؤولية قبل العمل. والفرد أصل والجماعة فرد. اقرأ يا محمد قبل أن تأمر الناس أن يقرأوا القرآن. والمسؤولية الفردية أصل، والمسؤولية الجماعية فرع. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والبيان يأتي ليقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. التعليم أكبر مظهر للتكريم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. والعلم بالله تعالى هو أصل العلم الذي به تتم الرؤيا، ويستطيع البصر أن يبصر الحقيقة. العلم بأمره سبحانه، وبحكمه سبحانه، وبشرعه سبحانه، هو مفردات هذه الحقيقة والحقانية. لقد كان القلم وما زال سبب ما اكتسبه الإنسان، فالله عز وجل يعلم الإنسان بالقلم وبغير القلم. لكن القلم كان وما زال سبب ما اكتسبه الإنسان من علوم ومعارف على مر العصور. الطغيان أبرز أدواء الإنسان، وفي توهم الشعور بالاستغناء عن علم الوحي سر الداء. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي الاستيقان بالرجوع إلى
وحي ربنا سر الدواء، ملازمة الشعور بالافتقار إلى الله وإلى علم الوحي الذي أنزله الله هو النتيجة الأساس لهذا الدرس العظيم الذي نقف عليه حين نقرأ سورة اقرأ. فالآيات ذكرت المرض وسبب المرض، وذكرت الدواء للمرض، وذكرت المحفز لتعاطي الدواء بلا تراخي ولا كلل أو ملل أو تهاون. إن إلى ربك الرجعى، الرجوع حيث توضع موازين القسط وحيث توزن الأعمال ولو كانت مقدار الذرة، ولا يفوت شيء إلا ويحضر ليوضع في الميزان، كما ذكر الله عز وجل عن المجرمين قولهم إذ قال في كتابه حاكيا قولهم: قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والمطلوب للنجاة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. حددت الآيات وجهة العلم المطلوب ليفرح ويهنأ كل من طلب علم الوحي، وكل من قضى عمره في طلب علم الوحي، وكل من طلب علم الأكوان في إطار الوحي أحق من يزكى وينسب للعلم والعمل بالعلم متبع وحي السماء، أعدل الأعمال وأحقها في أرض الله العمل بوحي الله خالق الإنسان والأرض والسماء. العمل بغير وحي الله في أرض الله ظلم وجهل وجور. وقد تبين من لقاء الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالوحي ويعمل بالوحي ويعلم الوحي ويبين الكتاب الوحي ويزكي النفوس بالوحي، لا يقول إلا الحق الذي جاءه بالوحي، ولا يقر إلا الحق الذي جاءه بالوحي. فحفظ ذلك والعمل بمقتضاه هو طريق النجاة. القرآن أسس هذه الأصول في عقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأسست هذه الأصول في هذه الأمة بالتتابع خلفاً عن سلف. ومن هنا قام منهج علم الحديث على هذا الأصل. فذاك العلم الذي له تلك المكانة إذن هو مرتبط بعلم القرآن وعلم السنة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن كيف كان الحفظ لهذا العلم بعد إدراك هذه المكانة وهذه المنزلة لهذا العلم العظيم، وإدراك المسؤولية نحو هذا العلم العظيم، وإدراك أن المقصود الأساس من هذا العلم إنما هو العمل بهذا العلم؟ لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل القرآن في كل حياته كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تجيب على من سألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابت تلك الإجابة البليغة المعبرة بحق عن الحال، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. خلقه القرآن حين يتعامل مع أهله،
وحين يتعامل مع أكله ومشربه، وحين يتعامل مع جاره، وحين يتعامل مع أصحابه ومع أعدائه، وحين يتعامل مع خدمه والأطفال، وحين يتعامل مع الصغير ومع الكبير، وحين يتعامل مع الحيوان، وحين يتعامل مع المكان، فكل ذلك كان ينضبط عنده بوحي السماء. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا ذلك، إذن فالحديث والسنة لم يكن صدوره من رسول الله صلى الله عليه وسلم محصوراً في وقت محدد، وليس في مكان معلوم محدد، وليس في زمان محدود بليل أو نهار، إنما كانت حياته كلها تمثل تلك السنة، وتمثل ذاك الامتثال لوحي السماء في كل صور علاقاته صلوات ربي وسلامه عليه. كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم أمناء لهذا العلم العظيم، وكيف كانت استجابتهم لذاك التوجيه في القرآن العظيم؟ كيف استطاعوا أن يقوموا مع هذا العلم رفيع القدر والمكانة عند الله ليقوموا بحقه؟ أدركوا أن الأساس في بلوغ ذلك إنما يكون أول ما يكون بالمصاحبة والمعاشرة والمخالطة وتفريغ الوقت قدر الإمكان للمجالسة والمصاحبة بوعي، فالعين تبصر والأذن تسمع ثم الجوارح تطبق وتفعل وتعمل. كانوا لا يتجاوزون وهم يتعلمون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقوم بحق البيان للقرآن، لا يتجاوزون 5 آيات حتى يتعلموا منه ما فيها من العلم، ثم حتى يعملوا بما فيها من العلم وما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا ينظرون إلى أكله وشربه فيأكلون كما يأكل، كانوا ينظرون إلى طريقة كلامه، كانوا ينظرون إلى طريقة تعامله فيعملون ويتكلمون، بل إنه صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب، فلبس الناس خواتم من ذهب، خلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه بعد مدة من الزمن، فإذا بهم مباشرة يخلعون خواتمهم، فيسألهم لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت خاتمك فخلعنا يا رسول الله. هذا الامتثال الذي كانوا عليه هذا هو الأمر الذي ميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم ثم عمل. يقول أبو أيوب الأنصاري: جاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى الإسلام فآمنا به وتركنا لأجله الأموال والأولاد والزوجات وكنا معه. إذن عرفوا أي تكليف كلفوا نحو هذا العلم الذي قد تمثل في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ارتبط به من الأقوال والأفعال، فكان منهم ذلك اللقاء
والاجتماع به، لئن كان الواحد منهم يحتاج إلى أمر حياته والاكتساب لأهله، فها هم يتناوب الرجل بينه وبين جاره كما فعلها الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان يقتسم الوقت بينه وبين جاره، ينزل يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى معه طوال النهار يتعلم منه ويسمع ما نزل من الوحي وينظر إلى هديه وسنته. فإذا ما جاء المساء ورجع الناس إلى دورهم، رجع عمر لتكون أمامه مهمة نحو هذه السنة وهذا العلم العظيم، يسامر جاره الذي كان في ذلك اليوم يعمل في شغل نفسه وفي شغل عمر، فيعلمه عمر ما يتعلم. وفي اليوم الثاني ينزل الجار ليستمع ولينظر وليفهم، ثم إذا ما جاء المساء ونزل رجع ليقوم بنفس المهمة، يلتقي بالفاروق ويعلمه ما نزل وما سمع وما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفارق أصحابه، لا يغيب عنهم. ابحث في كتب السيرة على اتساعها وعلى ما ذكرت ونقلت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيل أيامه، هل تجد أنه أخذ يوما واحدا إجازة من لقاء أصحابه وتعليمهم؟ غاب عنهم بضع لحظات في يوم في النهار، إذا بهم قاموا يبحثون عن ما ألفوه. إن هذا العطاء الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم كان له أثر في صحة بدنه، حتى تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي زوجه: والمرأة أعرف بقوة زوجها وصحته، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يصلي جالسا حطمه الناس. حطمه الناس، فهو يعلم القريب ويعلم البعيد، يعلم من طلب منه التعليم. الوليدة تأخذ بيده ليقضي حاجتها، والمرأة تقول: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فيقول لها: اختاري أي مكان من سكك المدينة، فيذهب إليها حتى يقضي حاجتها. ويأتيه الرجل وهو على منبره ويطلب منه التعليم، فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم كرسي ثم يجلس، ويجلس الرجل بين يديه ويعلمه. هذا هو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فكان هذا هو الأمر الأول الذي كان الصحابة فيه أوفياء لعلم الحديث والسنة، فكانوا صورة مثلت شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجموعهم بين مقل ومستكثر علما وعملا. إذن كان هذا هو الأمر الأول، ولقد كان من حالهم رضوان الله عليهم في هذا الأمر صورا عجيبة ملئت كتب الحديث، وهي تنقل أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أمر
تدوين ذلك الأمر الذي رأوه والذي سمعوه، الأمر الذي امتثلوه. فإننا في هذا الباب نقف هنا وقفة، لأن هذا الأمر كم حصل فيه من أمر لبس ربما كان مدخلاً للمستشرقين في أن يكون لهم أمر تشكيك في نقل هذه السنة التي كانت محل العناية الكبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة كما قلت كيف كان حرصهم الأول بالمخالطة والعمل والامتثال والتعليم والتربية، كان أيضاً كان منهم تدوين ذلك النص النبوي. وهنا ينقل الخبر أن أول من دون الحديث وصنفه إنما هو بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وأن من قام بذلك وممن كلف بهذا الأمر إمام أهل الحديث في عصره محمد بن شهاب الزهري. فظن هؤلاء أن الحديث لم يحفظ ولم تكن له كتابة إلا بعد مرور قرن من الزمن، حيث كانت خلافة عمر بن عبد العزيز. والصواب في ذلك فيما قرره وأصله واعتنى به وبذل فيه جهدا عظيما لم يسبق إليه الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتابه العظيم في هذا الباب تقييد العلم، حيث بيّن أن بداية التدوين كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك فرق بين التدوين والتصنيف. فإن الذي كان على يد عمر بن عبد العزيز رحمه الله إنما هو التصنيف القائم على الجمع الكبير وتصنيف نصوص الحديث وفق أبواب ووفق موضوعات، والتدوين الرسمي الذي تبنته الدولة فإن ذلك كان على زمن عمر بن عبد العزيز. أما أن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الذي ذكرته تقييد العلم نقل نقلا عظيما وجمع جمعا وفيرا في الدلالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكتبون، وأن منهم من كتب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في نصوص عدة قد أذن للكتابة وإن كانت في مواقف معينة لكنه إذن فيها. أليس قد قال يوم الفتح بعد خطبته إذ قام رجل من اليمن يقال له أبو شاء، قال يا رسول الله اكتب لي أي ما قلت، فقال لأصحابه اكتبوا لأبي شاء. وعندما كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عابتني قريش وقالت لي
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب، أي لا تكتب كل شيء. فجاء ابن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره عن فعله وأخبره عن قول قريش له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب. ثم أشار إلى فيه وقال: والذي بعثني بالحق ما يخرج من هذا إلا الحق. أليس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت وفي مرض موته كان يقول: ائتوني بكتاب لأكتب لكم؟ إذن كانت الكتابة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، لم تكن بذاك الجمع الكبير الكامل، لأنه هناك كانت العناية الأعظم بالخلطة والامتثال والعمل والتعليم والتربية على تلك السنة، وكان معها تلك الكتابة. فابن عمرو كانت عنده صحيفة هي الصادقة، وأنس كانت أيضا عنده صحيفة ويطلب من أولاده وبنيه أن يكتبوا، وابن عباس كان عنده كتب قدرت بحمل بعير كان يكتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجابر بن عبد الله كانت عنده صحيفة كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب كانت عنده صحيفة مكتوب فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أصله الخطيب البغدادي رحمه الله في ذاك الكتاب عظيم القدر رفيع المكانة كان حصنا لسد تلك الشبهة، والتي لا ينبغي لطالب علم إلا ويكون له وقفة مع ذلك الكتاب ليزداد طمأنينة وثقة في وفاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته كان ذاك الوفاء من الصحابة، كان الوفاء بالمخالطة، كان الوفاء بالرجوع إليه وسؤاله، كان النساء يأتين إلى بيته ويسألن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. إنه العلم الذي تأصل لديهم بالقرآن الكريم أن يتأسوا وأن يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. فعندما مات استشعر الصحابة رضوان الله عليهم أن هناك مسؤولية عظمى أمامهم، إنها مسؤولية البلاغ لما كان في أول الأمر الاهتمام الأكبر بالعمل والتطبيق، وأن يكون الإنسان نموذجاً في التأسي. فأصبح هنا استشعار بأن هناك مسؤولية أخرى عظيمة، وهي إبلاغ هذا العلم ليكون في الأمة إلى يوم القيامة. أليس القرآن أخبرهم
بأن هذا هو النبي الخاتم؟ أليس قد أخبرهم أن ما يقوله وحي وما يفعله وحي، وأنه لا بد من الاستجابة لذلك كله؟ فبدأ الشعور بهذه المسؤولية، ولكن أمامهم أيضا أمامهم منهج عظيم لا بد من امتثاله. إن الوحي لا يلعب به، إن الوحي لا بد أن ينقل نقلا أمينا، وأن ينقله الأمناء. كيف وقد سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم ويحذرهم أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ ما كان الصحابة يكذبون، وما كانوا يعرفون الكذب، لكنهم لتقواهم خافوا أن يكون الوقوع في السهو والخطأ قد يدخلهم مع الكذابين، فتهيبوا أن يروا. وأيضا كان تفاوتهم فيما في صدورهم من ذاك العلم على قدر طول المعاشرة وعلى قدر طول المدة التي قضاها الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك استشعروا هذه المسؤولية، وهنا كان القيام بحق الأمانة والحفظ للسنة النبوية والحديث النبوي، حيث كان مطلب التثبت. فها هو الصديق رضي الله عنه، تأتيه الجدة وتسأله عن ميراثها ومقداره، فيقول: ما أعلم لك في كتاب الله شيئا، ولا أعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وهنا يقوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهدون بين يدي الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاها السدس، فيطلب البينة على ذلك، فيشهد محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فيمضيه الصديق رضي الله عنه. والفاروق عمر يأتي إلى داره أبو موسى الأشعري ويطرق عليه الباب ثلاثا فلا يؤذن له فينصرف، ثم يأتيه في الغد ويخبره بأنه قد جاءه وطرق ثلاثا فلم يؤذن له، فيسأله عمر: لمن صرفت ولم لم تبقى في طرق الباب؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال الفاروق لأبي موسى: لتأتيني على قولك بشاهد، أو لأوجعن ظهرك ضربا. فيأتي أبو موسى إلى مجلس للأنصار، إلى مجلس أبي بن كعب، وهو على محياه الغضب، ويقول: أسألكم بالله، هل هناك من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثا؟ قالوا: لما تسأل؟ فأخبرهم بطلب عمر، فقالوا:
يقم معك أصغرنا، أي بمعنى أن هذا الأمر معلوم عندنا كلنا، ولن يقوم معك إلا أصغر واحد في المجلس، فيقوم أبو سعيد الخدري ليشهد له بين يدي عمر بأنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فيقول الفاروق لأبي موسى: ما طلبت ذلك تهمة لك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأسس هذا المنهج الذي كان به حفظ هذه السنة على ذاك التأصيل القرآني، أن علم الوحي شأنه عظيم، فيه السعادة وفي تركه الشقاء. عظم منزلته تحتاج إلى الأمناء أن يحفظوه وأن ينقلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. أدركوا هذه المسؤولية، فلذلك كان التثبت. إذن في هذا الأمر رد على هذه الشبهة. حدثت الفتنة وقتل الفاروق رضي الله عنه، ومن بعده قتل عثمان رضي الله عنه، فكانت الفتنة، وكان ما حدث إثر تلك الفتنة. هنا كان للصحابة رضوان الله عليهم أيضا تحقيقا لمنهج القرآن، أنه بحدوث الفتنة ونشوء البدعة، فكان لا بد من التحري في أمر الناقل. فلذلك كان المنهج الذي ساروا عليه أنه لم يعد يقبل النص النبوي من كل أحد، بل يسأل عن الناقل. ومن هنا قالها ابن سيرين وهو مولى أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يخبر ويبين أنهم كانوا يسألون عن راوي الحديث، فإن كان من أهل السنة قبلت روايته، وإن كان من أهل البدعة ردت روايته. فقام أمر التحري لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما انقضى عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قاموا بهذه الأمانة، تبعهم من بعدهم من التابعين، وكانت العناية بهذه السنة حفظا وتدوينا وعملا وتطبيقا، وهكذا كما قلت إلى أن كان ذاك الجهد من الخليفة عمر رضي الله عنه، حيث أمر بأمر التدوين، ثم تتابع الأمر في هذا في صورة مذكورة في كتب هذا العلم، علم الحديث رواية. فإذا انتقلنا إلى العلم الثاني وهو علم الحديث دراية، علم له قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وأيضا ندخل إلى هذا العلم
على نفس المنهج والطريقة من خلال القرآن. علم إنما هو تطبيق لأصول جاء بها الكتاب العزيز. فإننا إن رجعنا إلى القرآن لنقف ونفهم كيف كان علماء السنة والحديث يطبقون ما جاء في القرآن تأصيلاً وبياناً لأمر التثبت، فإننا نجد أن القرآن الكريم حارب الخرافة والأساطير، وأن القرآن الكريم حارب الكذب وحذر من الخطأ والنسيان، وأن القرآن الكريم طالب بالبرهان والدليل والبينة، وأن القرآن الكريم عند إحقاق الحق أمر بالشهادة وشرع منهج التثبت والصدق في نقل الأخبار والأقوال، وحذر من نقل الفاسق صاحب الهوى. ولبيان ذلك على شيء من التفصيل، ففي محاربة الخرافة نجد في القرآن قول ربنا عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فالله عز وجل يرد عليهم ويأمرهم بأمر عظيم، وهو بقوله عز وجل: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. ليس لديهم برهان، إنما هي الأساطير، إنما هي الخرافة، إنما هو الظن. وأيضا في محاربة ادعاء الأمر بغير برهان ولا دليل ولا علم صحيح، قال الله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي طلب القرآن للبينة على كل دعوى قال مخاطبا المشركين بإثبات مدعاهم حين قالوا قولتهم الشنيعة كما قال الله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل، أي قل لهم: يا محمد، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وفي طلب الشاهد نجد في القرآن: أولا يخبر الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى شهيد، ويخبر عن شهادته سبحانه وتعالى على عدة أمور. فنجد في القرآن أن الله عز وجل يقول: وكفى بالله شهيدا، وشهادة الله عز وجل أعظم شهادة. فنجد في القرآن: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكذلك يخبر أن ملائكته يشهدون، فقال الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ونجد في القرآن أيضا في أمر الشهادة لإثبات حق مالي فيؤمر بالإشهاد،
قال الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. ونجد ثالثا أيضا في أمر الشهادة أن الشهادة تكون من العدول لا من الفسق، مخرومي العدالة. فيقول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وفي طلب الصدق في القول ونقل الخبر يخبر الله عز وجل عن ذاته العلية أنه أصدق قيلا وأنه أصدق حديثا، ويدعو عباده المؤمنين بالصدق وأن يكونوا من أهل الصدق. فنجد في القرآن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي التحذير من خبر الفاسق ووجوب التثبت والتبين نجد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طريقة ربانية جاءت في كتاب الله عز وجل، بنت عقل هذا الإنسان المسلم إلى أهمية الصدق وإلى أهمية البحث والنظر والتثبت والتبين. طريقة ربانية بيّنت أن على المسلم ألا يلقي الأذن إلى كل قول وإلى كل خبر وإلى كل متكلم، وإنما الأمر لا بد فيه من التثبت. السنة بيان للقرآن، أمر التثبت. علي رضي الله عنه كما جاء في الحديث في حجة الوداع، وقد كان على بدن النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام في أول خروجه أهل بالحج فقط، وهذا الذي أدركه علي معه وهو في طريقه. ثم افترقا، وفي أثناء الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يسق الهدي فليتحلل بعمرة. وكانت معه صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة زوج علي رضي الله عنهما. فعندما قدموا لمكة وفاطمة لم تسق الهدي فتحللت بعمرة، فعندما جاء علي رضي الله عنه ودخل عليها، وكان الأمر الأول أنهم حجاجا مفردين، فرآها قد خلعت ملابس الإحرام وتزينت ولبست صبيغا، فأنكر عليها وقال لها: من أمرك بهذا؟ فقالت: أبي. من أبوها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا به وقد بنيت تلك العقلية على أمر التثبت، يذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالمحرش على فاطمة ويقول: يا رسول الله، أما نظرت إلى فاطمة؟ قال: ما بها؟ قال: لقد خلعت ملابسها، ملابس الإحرام، وتزينت ولبست صبيغا، وزعمت أنك أنت الذي أمرتها بهذا. ماذا الجواب؟ قال: صدقت، صدقت فيما نقلته عني. لم ينكر عليه أنه تثبت في الخبر، لأن القرآن جعل مبدأ الصدق والتثبت منهجا لهذا الإنسان المسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجلت هذه
الطريقة وهذا التأصيل الذي وجدوه في كتاب الله عز وجل تجلى في تعاملهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأينا كيف كان حرصهم على توثيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت عنايتهم بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يطلبون البينة ويطلبون الشاهد عندما يسمعون أحدهم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا. أما عندما حدثت الفتنة فكان لهم أيضا موقف عظيم، وهو السؤال عن ناقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا منهجهم، فأشرت إلى موقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالنسبة لميراث الجدة، وكيف أنها عندما سألت شهد المغيرة بن شعبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورثها السدس، فقال له: هل عندك شاهد على ما قلت؟ فشهد له محمد بن مسلم الأنصاري وقال ما قال المغيرة، فإذا بالصديق ينفذ ذلك الأمر. وكذلك ما أشرت إليه في خبر عمر رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كله إنما هو لتبقى السنة صحيحة مهيبة الجانب، مهيبة الجانب. والصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعرفوا الكذب وما كانوا يكذبون. قالها أنس رضي الله عنه مخبرا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قصة حنين عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى المؤلف قلوبهم من أهل مكة ومن بقية القبائل ولم يعطي الأنصار، فقالوا فيما بينهم: لقد وجد الرجل قومه وقالوا: سيوفنا تقطر من دمائهم وأموالنا يقسمها عليهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، فأمر بقبة وقال: لا يدخل فيها إلا أنصاري، وجمعهم وسألهم عن قولهم، فقالوا: ما بلغك عنا؟ فأخبرهم فقالوا: صدق، أي من نقل لك ذلك. والشاهد أن أنس قال: وكانوا لا يعرفون الكذب. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا الكذب، فإذا كان هذا وقوفهم. وعندما حدثت الفتنة كان لها أثر في إكمال منهج حفظ السنة ورواية الحديث على الوجه الصحيح، وأن يضم أيضا قواعد في حفظ هذه السنة. فكانت عنايتهم بأمر الناقل كما قال ابن سيرين التابعي: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. إذن هذه أمور
كم تؤسس في نفس الإنسان المسلم من الثقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن توسع الإنسان في إدراك تلك القواعد والتي كانت أقساماً وعلوم في داخل علم الحديث كعلم الرجال وعلم مختلف الحديث وعلم العلل وعلم الرحلة في طلب الحديث وعلم المتفق والمفترق وعلم الكنى والألقاب وعلم المراسيل وغيره، يدرك الإنسان أن هناك جهدا عظيما. وفي الطرائف لطائف، يحيى بن معين الإمام العلم المحدث الثقة، يموت والده ويترك له ميراثا 1000 درهم، والدرهم 3 غرامات فضة قريبا منها، أي ما يقارب 3 ملايين غرام من الفضة ينفقها في طلب الحديث وجمع الحديث حتى يصل به الحال أنه لا يجد درهما يشتري به حذاء يلبسه. أمة هكذا نظرت إلى مكانة السنة، وهكذا بذلت لحفظ السنة. هل وقفنا وقرأنا واطلعنا على ما تضمنه هذا العلم من جهد عظيم؟ رحلات للمحدثين تستغرق من المحدث سنوات، لا لأجل أن يتحصل على المال، بل ينفق في ذلك المال والثمن أن يحفظ هذه الأمانة الغالية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتأمل الإنسان في ذلك كله ليبني تلك الطمأنينة والثقة فيما يقدم له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما بين علماء الحديث صحة الخبر المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جهود عظيمة. فكان ذاك العلم الفريد، علم الرجال، الذي لم يكن في أمة من الأمم حفظت خبر رسول أرسل فيها، لم يكن عندها علم كما كان عند أهل الإسلام حفظاً لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا بهذا الأمر نكون وقفنا هذه الوقفات بهذا الاختصار لما لشيء جاء في هذا العلم، علم الحديث، وإن الأمر عظيم والخبر فيه جليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته جل جلاله واتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.